السلام عليكم. نبدأ نشرح محاضرة تامة للسكند فلو ديجرام. كل المطالبين بيه هنحول الشكل الكيرزر لوب اللي احنا درسناه قبل كده للستوك فلو ديجرام. ده ستوك فلو ديجرام ده فيه 3 حاجات أساسية: حاجة اسمها الريت وبترسم بالمنظر ده، وحاجة اسمها الليفل وبترسم كده، وحاجة اسمها الفيدباك. ده هنعرفها شوية، اللي هتبقى فيدباك خارجة من الليفل للريت، هي ثابتة كده. الفيدباك ده بيبقى خارج من الليفل للريت، وهنشوف أمثلة كتير هتوضح الكلام اللي بنقوله. الريت ده في نوعين: نوع الإن فلو ونوع الأوت فلو. الإن فلو ده النوع اللي هيبقى داخل للليفل، الأوت فلو ده النوع اللي بيبقى إيه خارج للليفل، ودايما بيكونوا إيه عكس بعض. هنا الريت لو مالوش سورس أو مالوش نهاية، فلازم يبقى جاي من حاجة وداخل على حاجة، فهنا تبقى تاني الرسمة اللي بيجي منها. لو ما فيش حاجة يجي منها إيه بتترسم كده، وهي نفس الكلام لو هينتهي وما فيش حاجة هينتهي عندها هيترسم كده. هنبدأ نشوف هنا، بيقول دي معادلات هنبدأ نشوفها تحت بالتفصيل إن شاء الله. والدكتور مطالب مننا المعادلات بس، مش مطلوب إن إحنا نحلها. المهم إن كل المطالب مننا نحول الكيرزر لوب للستوب فلو ونطلع منه المعادلة وخلاص كده. فهنا بيعرفنا الأشكال بتاعتها وكده. هنا بيقول هنا عايز أحول من الكيرزر لوب للستوك دايجرام، تمام. هنا جاي حاجة متحولة جاهزة، احنا هنحل مثال إن شاء الله في الفيديو اللي بعده ده حل على التحويل. المهم هنا نخرج المعادلات من هنا. هنا أنا عندي الليفل وعندي الريت بتاعي. الليفل ده بيبقى أي حاجة بير يونت، انما الريت بتاعي بيبقى اي حاجه بير تايم، عشان لو في سؤال بتحاول ولا حاجه تبقى فاهم ان الريت حاجه بير تايم، انما الليفل حاجه بير يونت، تمام. ال ال ديت عباره عن ار 1 ناقص ار 2، ده فيدباك. قلنا الفيدباك دايما بيبقى خارج من الليفل للريت على طول. فانا عندي ار 1 دلوقتي ملهاش فيدباك، يعني لو لا فيدباك كنا هنخرج كده، انما هي ملهاش فيدباك، فاهم؟ وار 2 لها فيدباك. طيب ال L ديت بتبقى عبارة عن معدل التغير في L، يعني بيبقى عبارة عن R واحد ناقص R اتنين، أو R اتنين ناقص R واحد على حسب الكبير. المهم إن الإشارة موجبة وخلاص، يعني كده R اتنين أكبر R واحد كده، مش هنختلف، بس إيه المعادلات برضه مش هنلاقي اللي هحلها يعني إن شاء الله الدكتور اللي كان قال كده. فال R ال L دلوقتي بتبقى عبارة عن R واحد ناقص R اتنين. طب R واحد قيمتها بإيه و R اتنين فين؟ هتبقى قيمتها بإيه؟ هنا بيقول إن معدل التغير في ال بالنسبه للزمن بار 1 ناقص ار 2. طب ار 1 ده بيبقى ثابت، اوكي، لو ملوش فيدباك هيبقى بياخد ثابت. الثابت هنا بنسميه كي، فده كي 1. ار 2 هنا ليه فيدباك، فالفيدباك خارج من ال، فهتبقى ار 2 عباره عن كي 2 في ال. طبق المعادله هيديني معدل التغير بتاعه كده، احنا طالبين بده. مثال تاني، الفور جرافيك هنا ده 3 اهو، عايز معدل التغير في ال 1 ومعدل التغير في ال 2. طب هنا زي اللي فات مالهوش فيدباك، وده ليه فيدباك، يبقى ايه ار 1 ناقص ار 2. ار 1 هتبقى كي 1، ار 2 جاي من ال 1 في كي 2، ده هنا معدل التغير بالنسبه ار 1 ناقص ار 2، تمام. تبقى المعادله بتاعتي كده. طيب هنا ال 2 ديت ار 2، ار 2 عارفين لا فيدباك اهو، ال 1 يبقى زي الكلام ار 2 زي ما هي كي 2 في ال 1. طيب هنا نيجي نفس الكلام ال 2 في كي 3، تمام جدا. هنقوم احنا جايين مطبقين المعادله، ده هتبقى الايه المعادله النهائيه بتاعتها. هو كل اللي مطلب فيه ان احنا نبقى عارفين بنحول ازاي، وفاهم يعني ايه الريت ويعني ايه الليفل. الريت بير تايم، اي حاجه بير تايم، حاجه ريت بيتغير عندي فبيأثر في حاجه تانية هتحصل، مش عارف ايه. هنشوف ان شاء الله الفيديو الجاي في مثال هنحول الدنيا دي كلها. الليفل حاجه بريون، تمام. ده مثال معانا بنحول من الكيرزر لوب للستوك فلو دايجرام. ايه ده الكيرزر لوب بتاعي؟ ايه معدل الميلاد وايه وعدد السكان. الميلاد المواليد ديت دي حاجه اكيد بتتغير بير تايم، فهبقى فاهم انها ما متثبتها. ده الريت بتاعي، ده معنى صح الريت اللي بيتغير عندي، اللي بيتغير عشان يأثر في تعدد السكان. يبقى الريت بتاعي عرفت ان هو البيرث، البوبوليشن ده عدد السكان. بيقول هنا ان البيرث بيأثر في البوبوليشن، فابدا ارسم الريت عادي والستوك عادي كده،
وبعدين نبدأ نشوف التاني. دي قلنا زي ما قلنا إنها لو جاية من مصدر مش جاية من حاجة بحط دي هنا، فهنبدأ نحط دي هنا، فأدي الحاجة عندي هتأثر هنا في البوليشن. ده السهم الأولاني. في فيدباك، الفيدباك دايما بيبقى من زي ما قلنا اتفقنا إن الفيدباك بيبقى من الليفل للريت، يبقى ده الفيدباك بتاعه. ده كان مثال إيه، وده مثال تاني. هنا إيه المثال بتاعنا؟ بيقولوا إن البيرس ده هيبقى الريت وده الريت، والاتنين دول هيبقوا ليفل طبيعي. ماشي، هنبدأ نشوف الدنيا هنا. أدي نفسر الدنيا، رسمت الرسم عادي. الستوك الريت بتاعي جاي من بيأثر في الشيلدرن، جاي من هنا فملوش مصدر فبحط له دي. نفس الكلام نيجي هنا، ده هيأثر هنا، يبقى عمره جاي حاطه ثواني إيه. هنا بيقول إن في فيدباك من هنا لهنا، فواحد يجي يقول خلاص أشدها من هنا لهنا، لأ إحنا اتفقنا إن هو على طول بيبقى من من ليفل للريت، يعني ما ينفعش إيه أجي أعكس السهم ده، ما ينفعش السهم ده يكون معكوس بأي طريقة. هو كده من ريت للليفل، من ليفل للريت على طول، آسف. ونفس الكلام فيه هنا برضه، فهيبقى من هنا لهنا كده. ده كان مثال معانا حبيت أوضحه.